افندم. ايه المطلوب مني؟ ساره السكرتيره اللي قبلك مالها؟ كانت صديقه لينا. مش فاهم. لا فاهم. وتحرياتي عنك بتقول ان انت انسان ذكي جدا ولماح، واخدت فرصه ما اخدهاش اي مهاجر تاني بالسرعه دي. لو اللي انت بتقوله صح، يعني انت قصدك اقول لك اسرار جيفرتفرد؟ بالظبط. وده بيحصل كل قد ايه؟ لما نعوز. اسف. ايه؟ ما سمعتهاش كويس. اسف، ما اقدرش، ما عنديش استعداد. ولا تحب ارفع صوتي والموضوع يوصل لجيفرتفرد بقى كده؟ اصلا دي ما فيهاش حاجه تزعل، دي انت طلبت مني خيانه وانا رفضت، ومجامله ليك مجامله. انا مش هوصل الموضوع لجيفرتفرد، واعتقد ان ده عادل وكافي. موقفك ده هيتحط في ملفك وهيبقى ضدك مش معاك. انت هنا لو مش صديق تبقى عدو، والعدو ملوش رحمه عندنا. الو، مش معقول. ازيك يا منى؟ وماما ازيها وبابا؟ يا حبيبتي منى، وحشتيني قوي. انا خدت من ماما فلوس عشان اشتري حاجه حلوه، قلت اكلمك احسن، وانا كمان بحبك قوي. هتيجي تزوريني امتى؟ اديهالي اديهالي، عايزه اكلمها. الو، ازيك يا منى؟ ازاي بابا وماما يا حبيبتي؟ وحشتونا قوي. بقولك ايه، مبسوطين في بحر البقر؟ طب الحمد لله، تعالوا زورونا يا منى. ان ما جيتوش هنجيلكوا الاسبوع الجاي. طب اديهاني يا ماما، اديهاني، عايزه اقول لك. الو الو الو، الخط اتقطع. يا خساره، اصلها وحشتني قوي، فكرتني بعمر. عمر؟ اشمعنى يعني؟ كانت روحها فيه، كل ما اشوفها واسمعها تفكرني بيه. ياه، قد ايه وحشيني ونفسي اشوفها. مادمازيل هايدي، مادمازيل هايدي، ايه المصادفة الجميلة دي؟ حقيقي مصادفة؟ حقيقي مصادفة جميلة. عايز مني ايه يا حنين؟ انت ليه مش عايزة تصدقي ان هي صدفة؟ لان عارفاك كويس. عشان بأدي عملي بإخلاص؟ ده اللي كنت متوقعه. مادمازيل هايدي، مقالك الأخير اللي كتبتيه عن حرب الاستنزاف اللي بيشنها علينا المصريين ما عجبش الجنرال. ومن إمتى مقالاتي كانت تعجب الجنرال؟ ما هو لما تكتبي في مقالك إن خسائرنا كبيرة في حرب الاستنزاف، وإن المصريين مش ممكن يستسلموا لاحتلال أرضهم، ده كلام ما يعجبش حد. أنا حرة بكتب اللي يعجبني وبعبر عن وجهة نظري. مادمازيل هايدي، ده كلام فارغ، والكلام اللي كتبتيه ده يعتبر خيانة. خلاص حكموني. أنت لو مش بنت الجنرال أنا كنت ضربتك بالرصاص. دي حاجة مش جديدة عليك يا حنين. يعني مصرة على عندك؟ وهكتب في نفس الموضوع تاني. ما اعتقدش ان المصريين هيعملوها تاني. ليه؟ لان الجنرال قال ان المصريين لازم يشوفوا مننا رد فعل عنيف. جريمة ومش لازم العالم يسكت عليها. ازاي طيارات تخرج في مهمة رسمية علشان تضرب مدرسة اطفال؟ طب ازاي؟ بيرد اللي بنعمله فيهم في حرب الاستنزاف. هم حاسين ان سمانة مش محمية، وبعدين حرب الاستنزاف دي بين العسكريين مش المدنيين. ما تفرقش. لا تفرق، لو بين العسكريين تبقى حرب، لكن المدنيين تبقى حقارة. انا سامعها، انا قلت الف مرة ان هنا مش منتدى سياسي، ده نادي. يعني احنا ولا في سجن ولا معتقل، امال بتحجروا على كلامنا ليه؟ انا ما احبش اسمع الكلام الفارغ ده، انا هبلغ الامن فورا. لا لا لا، دي مش شغلتك. يعني ايه؟ يعني كلام ماها صح، ده مش سجن ولا معتقل. انت اللي بتقول الكلام ده يا سياده اللواء؟ ايوه انا اللي بقوله، وعارف انا بقول ايه. انت هنا مدير الامن. ايوه مدير امن، مش مدير سجن او معتقل. ايوه، عشان هي خطيبة ابنك. ده مش صحيح. مش من حقك، وظيفتك بتفرض عليك. لا لا لا، انا مستقيل. ايه؟ يلا يا مها، واضح ان ملناش مكان هنا. لا مش بالبساطه دي، انا حاطه من اداره النادي يشطبوا عضويتكم من تلتين وفورا. انا عايز انشر المقال ده فورا. وليه فورا هايدي؟ لاني قدرت احصل على صور نادره جدا،
صورها هتهز الضمير الإنساني كله، ولازم ننشرها قبل ما أي جريدة تانية تسبقنا. المقال اللي مع الصور كمان ملتهب، ده هيولع الدنيا. ما هو ده اللي أنا عايزاه، أنا عايزة الدنيا كلها تعرف القادة عندنا بيفكروا إزاي وبيعملوا إيه، وأنا عايزة الناس كلها تعرف إن إسرائيل وطن ملوش قلب، وطن ما يعرفش غير مصلحته بس، حتى لو كان تمنها دم أطفال الدنيا كلها. هايدي أنا ما أقدرش أهاجم إسرائيل. ولا أنا، بس أنا بهاجم المسؤولين اللي فيها، وده أمر مختلف. أوكي، وأنا معاك يا هايدي، العالم لازم يعرف، لازم. رد لجنة الأمن مصر لبلد فرد بخصوص خطة المجتمع التعليمي الجديد. يا بوشي، عاوز أتكلم معك شوية. حاضر. لسه بتقابل هايدي؟ أيام السبت. ما بتكلمكش عني؟ ساعات. كذاب. قريت مقالها عن حادثة بحر البقر، مقال فظيع وصور أبشع. ليلة رهيبة والريح بتصفر وتزوم ولا بين نجوم. ازاي 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 مالك مشي؟ اصل الصور بشعة قوي. انت قلبك حنين قوي مشي. فرد فرد ممكن اروح مكتبي؟ اتفضل. ممكن. معقول يا موشي؟ ما كنتش متصورة ان مجموعة صور زي دي تعمل فيك كل ده. مش عارف ايه اللي بيجرى لي يا هايدي، بس الصور دي صدمتني قوي. ما هو ده اللي قصدنا نشرها، انها تصدم كل اللي يشوفها، بس عمري ما تخيلت ان تأثيرها هيوصل لكل ده. يمكن انا تأثرت زيادة شوية عشان بحب الاطفال، مستحملش اشوفهم متعذبين. مدنزل هايدي. اهلا. الجنرال عايز يشوفك في مكتبه. ليه؟ لقاء عائلي، بنته الوحيده ونفسه يشوفها. وانت مين بقى؟ مندوب الاسره السعيده؟ انا بنفذ اوامر الجنرال. خلاص، ادي جيت وبلغتني، هبقى اروح له وقت ما انا عايزه. دلوقتي مدنزل هايدي. هو اعتقال ولا طلب؟ ما تتدخلش انت والا. والا ايه؟ واضح انك ما انتش عارف موقفك بالظبط. موشي ما تحاولش تستفزه. مدموزيل هايدي قالت ان هي هتروح وقت ما تحب. ما اعتقدش الجنرال امرك انك تجيبها بالقوه. الظاهر ان انت مش عارف موقفك ايه. موقف ايه بقى؟ خلاص يا موشي خلاص، انا هروح معاه. اقدر افهم بقى ايه معنى الاسلوب السخيف ده؟ اعمل ايه؟ انا لازم اشوفك واتكلم معاكي. بالاسلوب ده؟ باي اسلوب؟ أنا مش لاقيكي، وفي نفس الوقت ما أناش قادر أستحمل مقالاتك السخيفة اللي بتسيء لمركزي كل يوم. ده عشان مقال بحر البقر مش كده؟ كل مقالاتك سخيفة، والمقال ده بالذات أسوأها. إزاي تتهمي قادة إسرائيل بتهمة بشعة زي دي؟ إسرائيل وطن بلا قلب. إسرائيل اللي فتح قلبها ودراعتها لكل يهودي في العالم. وطن بلا قلب. أنا بعبر عن وجهة نظري وعن واقع حصلت فعلا. جريمة مش ممكن أي تبرير في الدنيا يغفرها. يا بنتي دي حرب، فاهمة يعني إيه حرب؟ والحرب خلصت خلاص، ما احنا فزنا فيها فعلا. غلط. وبعدين دي مش آخر الحروب، وحرب لسه ما انتهتش. المصريين بيخسرونا كل يوم، بيضربونا في الضفة الشرقية. كان لازم نقول لهم إن احنا نقدر نرد الضربة دي بأعنف منها. أبطال، هما يضربوا لكم مخازن ذخيرة وانتوا تضربوا لهم مدارس أطفال. شيء يدعو للفخر فعلا. بلاش النظرة الغبية دي، بص للأمور بنظرة أشمل وأوسع. احنا في حرب،
وكل حرب لها ضحايا وضحايا من كل نوع، مدنيين وعسكريين، ستات، أطفال، ما فيش حرب في الدنيا من غير ضحايا. المهم التمن، انت كسبت ايه أو خسرت ايه؟ وإيه اللي ممكن تكسبوه بضرب مدرسة أطفال؟ لا، احنا نكسب كتير وكتير قوي. وأنا برضو بكسب من مقالاتي كتير وكتير قوي. هايدي، لو ما بطلتيش تكتبي المقالات دي أنا في الحلقة دي هنشر الوثائق اللي عندي، مش هنا بس، في أمريكا نفسها. القاعدة اللي بتتكلموا عنها، توازن القوى وسياسة الرادع. حنين، أمرك جنرال. الوثائق دي هتفضل مسكينة من رقبتنا لحد إمتى؟ مش معقول هنشتغل ونعمل عملياتنا في مصر وفيه سيف متسلط على رقبتنا. انا عندي خطة يا جنرال. انا مش مستعد اعزي هايدي. احنا مش هنأذيها، احنا هنخدعها بس. ازاي؟ ايه اكتر حاجة تخلي اي اهل عايزين يجوزوا بنتهم النهاردة قبل بكرة؟ فضيحة؟ بالظبط. يعني عايز تعمل معها فضيحة؟ انا عايز العب لعبة بس اكون بعيد عنها، وفي نفس الوقت تحطهم في موقف صعب قوي. مش فاهم. شايف البقف اللي هناك اللي قدام محل الجزم ده؟ يا اخي ده شكله مش لاقي على المنطقة خالص. مش ده المهم، المهم بقى ان البقف ده وقع لشوشته في حب مها. ده؟ ايوه ده. بس المهم ان البقف ده هو اللي هيوصلني اللي انا عايزه. وحشتني، قلت اجي ازورك. اهلا اهلا. هاي يا حبيبي، عامل الدنيا عاملة معاك ايه؟ وعامل ايه مع جيفريت فيرد؟ مرتاح. ايه يا حبيبي؟ مرتاح. طبعا طبعا يا سيدي، ما الناس كلها بتقول انها مبهورة بيك. جيفريت فيرد انسانة محترمة، مش ممكن تفكر بالاسلوب اللي انت بتفكر بيه. جيفريت فيرد يا حبيبي ست زي كل الستات. تصدق انها مش زيهم. ده يبقى الموضوع بقى مش من طرف واحد. عايز ايه بالظبط يا جاكوب؟ عاوز ايه يا حبيبي غير ان انا اطمن عليك وان انت وحشني وجاي اشوفك زي ما قلت لك. ورشيل كمان يا حبيبي، بعت لك الف سلام. رشيل صحيح اخبارها ايه؟ كويسه قوي قوي يا حبيبي. يا نفسي يا اخي ترجعوا لحضن بعض تاني، صدق مفيش حد في الدنيا هيخاف عليك زيها. ما ينفعش يا جاكوب، لازم اثبت وجودي الاول وبعدين ارجع لها. لسه زي ما انت حساس وما تغيرتش طبيعتي بقى. طب ما ايه رايك ما تروح لها يا حبيبي تزورها كده وتقول لها بنفسك الكلام ده؟ ما عنديش مانع. يبقى خير البر عاجله. يلا بينا. مش النهارده، يوم السبت. خلاص يا حبيبي هخليها تستناك. الوقت بقى مناسب جدا لتنشيط عمرو. فعلا يا فؤاد، بقاله اكتر من 7 شهور في اسرائيل ومستقر في وظيفته مع السونات لاكتر من 5 شهور. ده صحيح، بس قبل ما نبعت له اشاره التنشيط لازم نتاكد للمره الاخيره ان مفيش خطر من بدء نشاطه، ولازم كمان نعمل له تدريب جديد. ادو الرفير. اهلا اهلا، منتظرك من بدري. انا سعيد جدا سونات اني بقابلك النهارده. اتفضل. ايه يعني ما كانش يبقى في شغل بينا ما نشوفش بعض؟ الحقيقه سوناتا انا احب اشوفك كل يوم. مجامل دايما رفيف. قولي سوناتا، عامل ايه معاكي موشيه؟ موشيه ده شاب ممتاز جدا، بيشتغل بمنتهى الهمه والنشاط، انجازه اليومي هايل. وايه كمان؟ لا ما اعتقدش ان احنا قاعدين دلوقتي علشان نتكلم عن موشيه. الحقيقه سوناتا انا طلبت مقابلتك عشان المشاكل اللي انا واقع فيها من شركه بير كهان بخصوص مشروعات سينا، وانا خلاص مش قادر اتصدى المشاكل دي لوحدي. بس انت رفيف معاك بالفعل تصريح رسمي بالعمل في سينا. ايوه، وهم كمان معاهم نفس التصريح ومعرفش حصلوا عليه ازاي. بالفساد طبعا. طب وبعدين سوناتا؟ ولا قابلين رفيف، الموضوع ده ما يتسكتش عليه ابدا، لازم سوناتا فيرد تتدخل فيه شخصيا. سعادتك بتولي بيه؟ مين يا اخويا؟ قصدك المعلم متولي يا كابتن؟ تمام، المعلم متولي بيه.
ايوه انا المعلم متولي بيه وباشا لو حبيت هاتوا خدمه. ابدا يا باشا، دي واحده زميله في الكليه طلبت مني اسلمك الجواب ده. زميله مين دي يا كابتن؟ هتعرف لما تقرا الجواب. زمن عجايب، ولا لا جواب ده يقرانا شوف فيه ايه، اصلا انا نظري مش جاي. مش معقول يا هلا، ما تنطق ده مكتوب فيه كلمه واحده بس يا معلمي، بحبك. نعم والله يا معلمي وحياتك، هي الكلمه وتحتيها اسم اللي بعتها. مين دي يا؟ مش هتصدق يا معلمي. الله ايه حكايتك يا؟ ما تنطق ما تنطق يا رخالتك. الله بتنقطني كلمه كلمه. مش هنقطك يا معلمي، انا نفسي مش مصدق. ليه هتطلع مين دي؟ الست مالها؟ ايه؟ وفيها ايه يا واد؟ ما المعلم بتاعك منجاء وعترة ويتحب، والبنت خلاص استوت وطالبه الاكيل، والافندي بتاعها اتاخر قوي. بس مش طبعها معلمي. ايوه ما هي بتقول لي كده بالمحزوز، اتقدم المره دي وانا مش هقول لا. ما كده امال دي حركات حريم بقى، ما فهمهاش العيال المفاعيص اللي زيك. حلاوتك يا معلم. قشطه. البق في بلع الطعم. يلا بقى بسرعه عشان تنفذ النص التاني من الخطه، عشان لما مها ترجع من الجامعه كل شيء يبقى تمام. طم يلا طير. ولو دخلت هنا ازاي من غير ما حد يقول لي؟ هو ده اللي انا حبيت اثبته لك بالظبط، ان مفيش اي باب في العالم يقدر يتقفل قدامنا. وايه مبررك بقى انك تثبت لي كده؟ الظاهر ان انت مش فاهم موقفك بالظبط. انت يمكن الظروف خدمتك، بديت بدايه نادرا ما يبدا بيها مهاجر جديد لاسرائيل. ده ما ينفيش ان انت لسه في النهايه مهاجر جديد، اسمك لسه مكتوب بالقلم الرصاص، يعني تقرير أمني بسيط ممكن يتسحب منك كل اللي فزت بيه، أو تترمي في أي كيبودز على حدود لبنان أو في الضفة الغربية. أهم حاجة إنك ما تحاولش تستفز الأمن الإسرائيلي. اوعى يا عمرو، اوعى. برضو مش فاهم ايه المطلوب مني بالظبط. اللي مطلوب منك قلناه لك قبل كده. طبيعتي طبيعتي ما اقبلش ان اكون كده. حتى لو قلت لك انك هتكون صديق لينا؟ ما اقدرش اخون. الظاهر ان تعاونك معانا مش هيكون مثمر مشيه. اعتقد كده. طب قبل ما امشي احب اقول لك كلمتين ولازم تفهمهم وتستوعبهم كويس. اياك تكون عائق بيننا وبين مدمازيل هايدي، مفهوم؟ عظيم. وهيوصل امتى؟ طيارته وصلت من ربع ساعة. طب هيجي على هنا على طول؟ أنور راح يجيبه من المطار. عموما كل شيء جاهز. الانتقال من مرحلة النوم لمرحلة التنشيط أمر حساس جدا، بيعمل رد للعميل وبيفجر حماسه، عشان كده لازم تتم بهدوء عشان نتفادى أي ردود فعل عنيفة. ده أكيد يا فؤاد. وصل حسن. معاد بالظبط. تمام الحمد لله على السلامه يا رؤوف. اما حته دين فيلم يا مها، انا جسمي كان بيقشعر وانا بتفرج عليه. غريبه قوي العزه ده، ما عجبنيش خالص. وانت بتتفرجي خالص، انت كنتي سرحانه من اول الفيلم لاخره. بس الحته الرومانسيه اللي في بدايه الفيلم فكرتني بعمرو، انت عارفه ان هو عنده وحش. ومين سمعك يا مها؟ ماما ساعات تخش اوضته وتقعد تعيط
بابا من ساعة ما ساب الشغل بتاع النادي ده وهو ما بيقعدش في البيت خالص، طول النهار عند عمه شكري. لما خالد بقى فكفايه عليه ألفت. وعامل ايه صحيح مع ألفت؟ أنا سامحها، أنا سامحها، تسمحي لي. هو ده عايز ايه ده؟ مش كنا خلصنا منه؟ خير يا معلم. لا مؤاخذة يعني، كلمتين لوحدنا. في ايه بالظبط؟ الجواب. الجواب ايه؟ مش قلت لك؟ طيب يا متولي. بالي فيه بحبك. اوعي وسعي بقى تيجي مني تات يا مفعوصه. يا الشاي المصري وحشني بشكل. يا سلام، الشاي المصري بس صراحه مصر كلها وحشتني. يعني انت رؤوف دلوقتي واثق انه استقر بالفعل، يعني يقدر يبدا مهمته؟ انا واثق تماما، انا متابعه من ساعه ما وصل ومتابع اخباره من سينتيا. ايوه بس ده سماعي رؤوف وده مش كفايه. لا طبعا مش سماعي، انا زرت سوناتا مرتين وتاكدت من استقراره، وعرفت كمان انه اول الشهر هيسيب الاوضه اللي واخدها في جراج فيلتها وهيتنقل لشقه تانيه مأجرها بالفعل. جميل يا فؤاد، ده هيديله حريه حركه اكتر واكتر. يبقى على بركه الله، اول ما يستقر في سكنه الجديد نبعت له اشاره التنشيط. حته الدين علقه يا ابني. لا ولا الفضيحه، اراهنك العباسيه هتفضل تتكلم على الموضوع ده يجي سنه كمان. بس انا ضميري مأنبني يا وليد. ضميرك ايه؟ وانت ضميرك صاحي من تربته امتى؟ ما تتريقش عليا يا وليد، انت مش حاسس بالنار اللي في قلبي. بقولك ايه، بطل هبل وعقل، عايزين نركز الخطوه الجايه. هو في خطوات تانيه؟ خطوه واحده بس، الجوله الاخيره. هستنى بقى لما اعصابهم تتعب من الفضيحه اللي احنا هنروج لها اكتر واكتر، وبعد كده هتقدم لها زي الفارس واطلب ايدها. ساعتها هيدهاني ملفوفه لفه هدايا كمان. تطلب ايد واحده حواليها فضيحه زي دي؟ طب وماله؟ إذا كنت أنا الوحيد اللي في الدنيا عارف إن كل الموضوع ده كدب في كدب. أيوه بس الناس مش عارفة. ومن إمتى بقى وليد بيهمه كلام الناس ولا حتى الناس نفسهم؟ تفتكر هيجي؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، مادام قال إنه جاي يبقى أكيد هيجي. طب ما هو قال قبل كده إنه جاي وما جاش. اعتذر يا حبيبتي قبلها بيوم، لكن المرة دي ما اعتذرش. يا ريت يا يعقوب، يا ريت. وصل يا حبيبتي. انت شفت نظرة ريتشي؟ عارفها كويس، مش محتاج اني اشوفها. طب انت ليه قلت لي اعمل كده؟ ندمانة؟ لا خالص، مش انت صاحبي ولازم اخدمك، بس انا مش فاهمة انت ليه عايز تستفز ريتشي. عشان تطلعني من دماغها. لو ده هدفك فعلا اسمح لي اقول لك ما تفهمش في الستات خالص. احتمال. ريتشي جاكوب. أهلا. أنا جيت أهو حسب الميعاد زي ما اتفقنا. طب متشكرين قوي. سمعت إن اتنقلت في شقة جديدة. هي مش كبيرة قوي، بس الحلو فيها إن هي في حتة كويسة. والحب الجديد أخباره إيه؟ ده مش حب، دي صداقة. صداقة؟ بجد؟ طب مش كنتوا تقولوا لنا كنا شربنا نخب الصداقه؟ واضح انك ما تعرفيش يعني ايه علاقه نظيفه ومحترمه. تقصدي ايه؟ كده يا جماعه احنا جايين نتخانق ولا ايه؟ لا هو بس انا كنت. اسمحوا لي يا جماعه، انا عايز اتدخل لان عندي اقتراح عبقري وهيهدي الموقف تماما. يا ريت يا حبيبي، اتفضل قول. رحله لليونان وبسعر مدهش. بكام يا حبيبي؟ مش مهم بكام، المهم تسافروا وتتفسحوا تتبسطوا وتقابلوا اصحاب زمان. ايه رايك يا موشيه؟ هتفاجأ بإن في حد هيقترح رحلة سياحية لأتين، ده هيكون معناه إننا مستنيينك هناك في العنوان اللي لازم تحفظه دلوقتي زي اسمك. قلت إيه مشير؟ أنا موافق. أنا بقى يا حبيبي موافق، لازم أعرف بكام. أنا بقى ما يفرقش معايا بكام، كده كده مش رايحة، ما أقدرش أسيب البار لوحده. ليه بس يا حبيبتي؟ ما تسافري وتتفسحي وتتبسطي وأنا هفضل هنا وآخد بالي من كل حاجة. ما تسيبها براحتها يا جاكو، ما هي يمكن فعلا ما تقدرش تيجي. لا حاجي وحياتك، لا حيروح ولا حيجي، وبكره فكرك وسنين هتعدي. سنه الدكتوراه وسنه يعني الوظيفه المحترمه وسنه تانيه كده هيزهق من الغربه ويقول بقى لما احب واتجوز بحقه حقيقي ويسيبك انت هنا الفضيحه اللي عملتها لك الست تفاحه في الحته كلها. يا سميحه، لا فضيحه ولا حاجه، ست قليلة الأدب
هنعمل لها ايه؟ قللت الادب، عدمت الادب، الكلام اللي قالته خلاص لزق في ودان الناس ومش هيطلع تاني، واللي شاف هيحكي اللي ما شافش، واللي سمع هيحكي اللي ما سمعش، والفضيحة تكبر اكتر واكتر واكتر. يا ماما انا مش هتجوز حد غير عمرو، وانا مش هستنى بقى لما تعنسي وتقعدي جنبي تتحسري على شبابك. هيخلص الدكتوراه هيجي وهنتجوز. ابقى قابليني يا حبيبتي، السنه هتعدي ويقولك معلش يا حبيبتي كمان سنه. مش هيحصل. طب واذا حصل؟ ساكته ليه؟ اذا حصل ساعتها هتجوز اي حد تقولي عليه. اتفقنا. اتفقت يعني ايه مشي؟ انت كان المفروض قبل ما تتفق على رحله زي دي كان لازم تقول لي. ده اسبوع واحد جفلت فرد، وبعدين انا ما خدتش اجازه من يوم ما جيت هنا ولا يوم. اسبوع بحاله كتير. انا ما اقدرش استغنى عنك اسبوع بحاله، قصدي في الشغل. انت عارف انك انت الوحيد اللي عارف مكان كل ورقه هنا. لكن انا محتاج الاجازه دي جفلت فرد. محتاج تبعد عني؟ طبعا لا، انا محتاج اجازه. تعرف انت بتفكرني بايه؟ بايه؟ بايام شبابي، باحلى ايام عمري قبل ما تسرقني السياسه ويخدعني الطموح. الظاهر اني جيت في وقت مش مناسب. لا ابدا هايدي، اتفضلي. ابقى اجي في وقت تاني افضل. استني يا هايدي استني. هتفهمني هايدي غلط تاني. هايدي هايدي اسمعي هايدي هايدي، ما تفهميش الموقف غلط. علاقتك بيها ما تهمنيش، دي علاقه شخصيه. بجد؟ امال مشيتي وانت زعلانه ليه؟ الموقف كله ما عجبنيش. هايدي احنا اتفقنا اللي بينا صداقه وبس، صح؟ انا ما قلتش غير كده. يبقى الصديق لازم يثق في صديقه. وانا عمري ما فقدت الثقه فيك يا مشاه. يبقى لما اقول لك ان مفيش حاجه بيني وبين جيفرت فرد صدقيني. من ناحيتك يمكن، لكن بالنسبة لها حاجة تانية خالص. ذكريات، مجرد ذكريات. ذكريات ايه؟ حب قديم في حياتها انا بفكرها بيه. انت عارفة بيفكرني بايه؟ بايه؟ بشباب هاير. تعرف انك على حق يا موشي؟ عشان بفكر بعقلي. انت فعلا بتفكرها بشبابها، بشباب الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتها. مين الراجل ده؟ مادموزيل هاي، عايزك في كلمتين لوحدنا. ماليش مزاج. كلمتين مهمين ولازم تسمعيهم. يعني ايه لازم؟ ما هي بتقولك ماليش مزاج. انت اللي مش فاهم وضعك كويس. فاكر نفسك مين؟ اقولك ايه، البني ادم دوت لازم يتربى. انت اللي محتاج تنضبط يا حنين، اسلوبك ده اقرب للبلطجه من الواحد بيشتغل في جهاز امني خطير زي ده. قلتلك ابعدي مدمازيل هايدي والا هصطاده في اي مناسبه ثانيه. ليه هي سايبه؟ بالنسبه لي انا ايوه. الشخص اللي يفقد اعصابه بسرعه يبقى هدف سهل الخصم، عشان كده ما تفقدش اعصابك ابدا، فاهمني؟ ابدا. ايه هتتحامى فيها كتير؟ تفتكر هيبقى ايه موقف الجنرال لو صممت على الوثائق اللي عندي مقابل فصلك من الخدمه؟ هما دول الكلمتين اللي انا كنت جاي اقولهم لك يا مدمازيل هايدي. احنا لقينا الوثائق وما بقتش تشكل لنا اي تهديد. على فكره اللعبه انتهت يا مدمازيل. ولا يهمك يا بنتي، التفاحة دي وليا شلق وطلع فيها وما تعرفش تتعامل مع الناس المحترمين. أنا مش عارفة إيه الأشكال دي اللي بيجيبها هنا، إحنا عمرنا زمان ما شفنا حاجات زي كده. صحيح الدنيا تشقلب حالها. كله يتصلح يا كريمة، كله يتصلح. يتصلح؟ يتصلح إزاي يا سيادة اللواء؟ هو اللي اتكسر يتصلح؟ ما خلاص. خلاص إيه بس يا حبيبتي؟ مفيش حاجة اسمها خلاص، ما هي دي ست الستات ومعروفة بقى في الحتة كلها هي مين وبنت مين ومخطوبة لمين. مخطوبة؟ ماما بس خالد ده طلع راجل أصر ينزل ويربي الراجل الجعر ده. بس أنا قلت له بقى ده هيكبر الفضيحة وممكن نعمل محضر في الاسم اللي اسمها تفاحة دي. شفت بقى؟ أدي أنت قلت بعظمة لسانك فضيحة، بنت اتفضحت في الشارع، ومش في الشارع بس، في العباسية كلها. لا اتفضحت ولا حاجة يا حبيبتي، ما تكبريهاش بقى. إيه؟ أنا سمعت اللي آخر الأخبار يا سيادة اللواء،
بيقولوا لك عبد الناصر فاجئ الكل وقبل مبادرة روجرز. طبعا يا بابا، امال كان هيسيب الناس تموت في مصر كل يوم؟ عبد الناصر قبل مبادرة روجرز عشان يحمي عمق مصر ويدي نفسه فرصة يقوي دفاعاتنا الجوية. طب تفتكر بانهم هيدوله فرصة انه يعمل كده؟ اكيد هيحاولوا يمنعوه، بس مش بشكل عنيف ومباشر زي الاول. انا اللي خايفة منه ان ده اللي يموتنا في حالة لا سلم ولا حرب. مستحيل يا بنتي، مصر لا يمكن تنام ابدا على طرها، لازم هيجي يوم تقوم فيه وتحارب وتسترد كرامتها وارضها. والنبي ده كلام ده بقى، احنا جايين ناخد بخاطر البنت تقوم انت تتكلم في السياسة؟ على قولك، ومن فين المحروسة عزة؟ بتتفسح مع خطيبها. حسرة عليك يا عين امك يا حبيبتي يا اختي، اللي لا بتخرجي ولا بتتفسحي ولا حتى بتشوفيه. بكرة يرجع بالسلامة ومعاه الدكتورة ويعوضها كل دقيقة فاتتهم. بكرة؟ مش لما يبقى يجي بكرة. طب نسازن احنا بقى علشان خالد ما معهوش مفتاح الشقة. خالد تلاقيه بيتفسح هو كمان مع خطيبته. يلا بينا يا كريمة. لا يا طلبة، لا كده ده قلة ذوق. الست ما كانتش طايقانا ببيتها مع ان بنتها مخطوبة لابننا. يا عالم، الخطوبة دي هتكمل ولا لا؟ قصدك ايه؟ هو انت مش واخدة بالك ان الست سميحة مقفلة معانا بقالها فترة؟ والجدع ابن عم عصام ده طالع نازل من عندها، عايزة ايه اكتر من كده؟ يا عيني عليك يا ابني، بيت عنوك في ظهرك وانت غايب. لا ما تقوليش كده. ما قلتش كده. ايه يا طلبة؟ ولا حاجة. يعني انت مش زعلان ان مها تتخطب لواحد تاني؟ ده عمره روحه فيه، ده يتقهر لو عرف انها اتخطبت لواحد غيره. كل ده مش مهم،